نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وتتابعون فيها: المعارضة المسلحة تصد هجمات جديدة للنظام جنوبي حلب وقتلى في قصف يستهدف حافلة تقل مدنيين. المقاومة الشعبية تعلن سيطرتها على أجزاء كبيرة من الجهة الغربية لمحافظة تعز. حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مقرا أمنيا أمس جنوب شرق تركيا. أهلا بكم في هذه النشرة، ونبدأها من سوريا، حيث لقي 9 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي روسي استهدف حافلة تقل مدنيين على طريق الرموسة جنوبي حلب. يأتي ذلك بينما صدت المعارضة المسلحة هجوما لقوات النظام والميليشيات التابعة لها في حي الرموسة جنوبي المدينة، وتركزت الاشتباكات على محور الكلية الفنية الجوية بالرموسة، حيث تمكن جيش الفتح من قتل وإصابة عدد من قوات النظام وتدمير دبابة تابعة لها. وتشن طائرات روسية وسورية غارات مكثفة على المنطقة بهدف فتح الطريق أمام قوات النظام لاستعادة المناطق التي خسرتها وبغية إعادة إطباق الحصار على الأحياء الشرقية في حلب. عشرات القتلى والجرحى هي حصيلة المعارك الدائرة على جبهة الرموسة بريف حلب الجنوبي في 48 ساعة الماضية. تحاول قوات النظام منذ فك معارضة الحصار على نحو ربع مليون شخص في حلب استعادة المناطق التي خسرتها، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. هجوم جديد شنته قوات النظام والميليشيات التابعة لها على محاور عدة في الرموسة، لكن قوات المعارضة تمكنت من صد الهجوم المدعوم من قوات إيرانية، وكبدت قوات النظام خسائر في العتاد والأرواح. وتركزت الاشتباكات فجر اليوم على محاور الكلية الفنية الجوية في المنطقة، وتمكن جيش الفتح من تدمير دبابة للنظام ومقتل طاقمها إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، بالإضافة إلى قتل عشرة من عناصره بينهم ضابط، وسط استمرار المعارك في المنطقة التي تشن طائرات روسية وسورية غارات مكثفة عليها. قصف اليوم استهدف حافلة تقل مدنيين على طريق الرموسة وخلف 9 قتلى من المدنيين. أما في ريف حلب الغربي قتل وأصيب عدد من قوات النظام في هجوم تصدت له المعارضة المسلحة على جبهتي العامرية وتلة المحروقات غربي مدينة حلب، واستهدفت المعارضة بصاروخ مضاد للدروع مجموعة من عناصر حزب الله اللبناني على جبهة ضاحية الأسد في المنطقة. تأتي هذه التطورات بعد تقدم حققته المعارضة، ولكن هذه المرة في ريف حلب الشمالي بعد سيطرتها على بلدة الرعي، وقد تمكنت فصائل المعارضة من تدمير سيارة ملغومة وقتل 4 من عناصر تنظيم الدولة التي حاولت التقدم نحو المنطقة. ومعنا من ريف دمشق الناشط الميداني يوسف البستاني. يوسف، لو تضعنا في صورة الأوضاع الآن في دارية، خصوصا بعد القصف الذي تعرضت له صباح اليوم. نعم سيدي، السلام عليكم ورحمة الله. مدينة دارية الآن تعيش حالة مأساوية كبيرة جدا، يعني الآن المدينة البارحة ليلا قوات الأسد قامت بقصف المشفى الميداني الوحيد بقنابل النابالم التي تحتوي مواد حارقة لا يمكن إطفاؤها بأي شكل من الأشكال. المشفى الآن توقف عن الخدمة، هو المشفى الوحيد الذي يسعف المدنيين داخل هذه المدينة. يعني الآن القطاع الطبي توقف في المدينة، وهو أمر خطير جدا ما يجري في مدينة دارية. يعني النظام قام بعدة جرائم البارحة ليلا ضمن جريمة واحدة، هو استخدام أسلحة محرمة دوليا هي قنابل النابال، قصف مشفى وأيضا تعتبر جريمة حرب هذا الأمر بشكل مباشر، حصاره للمدينة، منع عزل هذه المدينة عن يعني العالم الخارجي. منذ ساعات الصباح إلى هذه اللحظة قصفت المدينة ب 42 برميل متفجر، قصفت دارية بأكثر من 50 يعني اسطوانة تحوي النابالم منذ 10 أيام إلى تاريخ هذه اللحظة، وهو رقم كبير جدا على مدينة صغيرة. يعني الآن دارية خالية من المناطق الزراعية، لا يوجد إلا أبنية سكنية. النظام يستخدم النابالم بقصفه يعني لأجل حرق المؤن الغذائية التي هي يعني يقتات عليها الأهالي الآن المحاصرين.
الآن المدينة في أسوأ حالاتها، يعني نحن أصوات ترتفع وتناشد أنقذوا دارية أنقذوا دارية. هذه المدينة الصامدة التي يدافع عنها أهلها وشبابها في وجه محتل إيراني روسي صفوي، جميع الميليشيات الطائفية تتكالب على هذه المدينة ولا تزال صامدة إلى هذه اللحظة. طيب، في ظل غياب المساعدات الإنسانية، في ظل غياب مستشفيات قادرة على استقبال الجرحى، كيف يتعامل المدنيون مع هذه الوضعية الصعبة جدا؟ صراحة نحن يعني خبرنا ما يعيشه أهالي دارية، ولكن أهالي دارية وضعهم أصعب منا. دارية الآن يعني أتوقع أنهم يوجد لديهم نقاط طبية صغيرة هنا وهناك، ولكن هذه النقاط هي لا يعني هي ليست نقاط، هي نقاط إسعافية متواجدة في أي مكان في أي منزل، نقطة طبابة دعنا نقول. أما مشفى يعالج به ويمكن الاعتماد عليه لا يوجد. أيضا المشفى الذي كان وقصف هو مشفى بسيط جدا إذا قارنه بأي مشفى أو نقطة طبية، يعني منطقة معزولة لا يوجد دخول وخروج إليها، لا يتم إدخال مساعدات طبية حصرا هامة لم تدخل إلى دارية. والآن يعني خرج علينا ديمستورا وأعلن إيقاف إدخال المساعدات. هل يعني جزاء هذه المناطق المحاصرة لأربعة سنوات وتخسف وتقتل تخرج الأمم المتحدة ببيان نهائي أنها ستقوم بإيقاف المساعدات على المناطق في سوريا؟ يعني إلى أين سنذهب في سوريا نحن؟ هل يريدون قتل وسحق الشعب السوري؟ شكرا لك الناشط الميداني يوسف البستاني، وصلت الصورة، كنت معنا من ريف دمشق. في بلدة مضايا بريف دمشق توفيت طفلة بعد ساعات من ولادتها في وضع صحي متدهور نتيجة عدم وجود حاضنة ومستلزمات طبية لإنقاذها. وناشدت الهيئة الطبية في مضايا المجتمع الدولي والأمم المتحدة تأمين إجلاء أصحاب الحالات الطبية الصعبة في البلدة التي لم تدخلها أي مساعدات إنسانية أو طبية منذ 3 أشهر. وتحاصر قوات ونظام وعناصر حزب الله اللبناني البلدة منذ أكثر من عام. إلى اليمن الآن، حيث سيطرت المقاومة الشعبية على أجزاء كبيرة من الجبهة الغربية لمحافظة تعز في وقت تتواصل فيه الاشتباكات في محيط جبل هان الذي يتمركز فيه قناصة حوثيون. وقالت مصادر ميدانية إنه باستكمال السيطرة على جبل هان تكون المقاومة قد فكت الحصار على مدينة تعز من الجهة الغربية. وقد شن الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح قصفا عشوائيا بمدافع الهاون على الأحياء السكنية وسط تعز. لليوم الثاني على التوالي والمواجهات بين المقاومة الشعبية والحوثيين تتصاعد بوتيرة ملحوظة على مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية في محافظة تعز اليمنية. وعلى الرغم من تقدم عناصر المقاومة المسنودة بطيران التحالف وتمكنها من فتح المنفذ الغربي للمدينة، إلا أن الطريق ما زال غير آمن بحسب الكثير من السكان. ويرى هؤلاء أن الحال سيبقى كذلك حتى تستكمل المقاومة السيطرة على جبل هان الاستراتيجي. الهجوم المباغت للمقاومة جاء بحسب خبراء عسكريين بعد محاولة جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إحكام سيطرتها على محافظة تعز، وبالتالي السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، الأمر الذي يشكل خطرا على المحافظات الجنوبية التي تم تحريرها. نبيل اليسفي، التلفزيون العربي. في غضون ذلك، تصدت المقاومة الشعبية لمحاولة تسلل للمسلحين الحوثيين وقوات صالح في مديرية مريس بمحافظة الضالع، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقد شنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع للحوثيين في منطقة حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية وفي محافظة الحديدة غربي البلاد. كما استهدفت طائرات التحالف مواقع للحوثيين في مديريتي المصلوب والمطمى محافظة الجوف. ومعنا عبر الهاتف من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية الآن في تعز. نعم جمال، حتى الآن تتواصل الاشتباكات في مختلف جبهات القتال وسط المدينة وكذلك في الجبهة الغربية لمدينة تعز جنوب اليمن، ما بين المقاومة الشعبية من جهة وما بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. بحسب المصادر هناك عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. المقاومة الشعبية تقول بأن لديها من القتلى ما يقارب
15، بينما الحوثيين يقولون بأن لديهم من القتلى القليل، لكن المصادر تؤكد بأن ما يقارب 80 قتيلا من الطرفين سقطوا خلال هذه المعارك التي تعد هذا اليوم هو اليوم الثاني على التوالي. هناك كذلك مصادر تؤكد بأن المقاومة الشعبية تسيطر على أجزاء واسعة من الجبهة الغربية وبالتحديد على منطقة العراق، وهناك اشتباكات وإحاطة على جبل هام الاستراتيجي في الجبهة الغربية من أجل محاولة إحكام السيطرة على الجبهة الغربية لمدينة سعد. ما زالت هناك بعض الاشتباكات في بعض المناطق من الجبهة الغربية في محاولة لتأمين منطقة العراق على حسب المقاومة الشعبية، وكذلك التقدم للسيطرة على كافة أجزاء الجهة الغربية من المدينة في مدينة سعد. يأتي هذا كذلك بالتزامن مع قصف لطيران التحالف في مدينة سعد على مختلف المواقع، سواء في وسط المدينة أو في الجهة الغربية أو كذلك في منطقة الصيد وكذلك حيفان في مدينة سعد في جنوب اليمن. هذا في مدينة سعد هناك كذلك اشتباكات تدور الآن، وبالتحديد في المنطقة الحدودية في منطقة خرطة الحدودية مع السعودية، وتبادل قصف مدفعي عنيف مع سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. شكرا لك نبيل اليوسف، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. نبقى في اليمن، حيث أعرب التحالف العربي في اليمن عن أسفه الشديد لقرار منظمة أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها من 6 مستوصفات شمالي البلاد. وقال التحالف في بيان إنه يقدر العمل الذي تقوم به المنظمة مع الشعب اليمني، كما أكد التزامه بالاحترام الكامل للقانون الدولي وللجانب الإنساني في كل عملياته باليمن. وأكد التحالف أيضا أنه أنشأ فريقا مشتركا مستقلا لتقييم الحوادث والتحقيق في تقارير عن وقوع ضحايا مدنيين نتيجة عملياته. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد قررت أمس إخلاء موظفيها من 6 مستشفيات باليمن بسبب ما قالت إنه قصف عشوائي طال مستشفى عبس بمحافظة حجة شمالي البلاد، وهو الرابع من نوعه على مرافق تدعمها المنظمة. أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقرا أمنيا في مدينة إيلازيغ جنوب شرقي تركيا أمس. وقد أسفر الهجوم الذي نفذ بواسطة سيارة ملغمة عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة أكثر من 217 شخصا بينهم 85 شرطيا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم أمس منظمة فتح الله جولن بمد حزب العمال الكردستاني بمعلومات لتنفيذ هجمات في تركيا. إلى الملف العراقي، حيث يواصل الجيش عملياته جنوب شرق مدينة الموصل مرورا بمناطق نفوذ قوات البشمركة الكردية. وتهدف تحركات القوات العراقية إلى استعادة السيطرة على بلدة القيارة بمحافظة نينوى من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي تتعرض مواقعه هناك لقصف مكثف من قبل طائرات ومدفعية التحالف الدولي. في هذه الأثناء أعلن الجيش عن انطلاق المرحلة الثانية لاستعادة منطقة الكرتان والبوكنعان آخر معقلين لتنظيم الدولة في جزيرة الخليدية في محافظة الأنبار. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. الرجل الأسرع في العالم يوسين بولت يحصد ذهبية سباق 200 متر في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي. أهلا بكم من جديد. قتل فلسطينيان برصاص قوات الأمن الفلسطينية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية صباح اليوم. وكان 2 من عناصر الأمن الفلسطيني قتل أمس برصاص مسلحين في نابلس خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن بهدف إلقاء القبض على مطلوبين للسلطة وسط حصار شديد على البلدة القديمة في نابلس. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا قراره بهدم مدرسة الخان الأحمر في بادية القدس الشرقية. وكانت هذه المدرسة التابعة للسلطة الفلسطينية قد شيدت بإمكانيات وأدوات متواضعة عام 2009، وهي الوحيدة المتوفرة لمئات التلاميذ من التجمعات البدوية في تلك المنطقة. تقرير بشار صغير.
إنه اليوم الدراسي الثاني في مدرسة الخان الأحمر المتواجدة في بادية القدس الشرقية. داخل هذا المبنى المصنوع من الصفيح والقصب يقوم طلبة الصف السابع ومن بينهم رجاء برسم ما يجول في خاطرهم خلال حصة الفن. الاحتلال بده يسكر المدرسة يعني ويبني شارع، وإحنا ما راح نقبل يعني إنه يسكر المدرسة، لأن هذه مدرسة للأطفال وبدنا نتعلم فيها يعني، ومش ولن نركع لهم يعني أبدا. أصدرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا قرارا بهدم المدرسة بحجة أنها مقامة على أراضي مصنفة جيم، أي التي تخضع إداريا وأمنيا للاحتلال. قرار لم يثني كادر المدرسة من الاستمرار في أداء دورهم، خاصة وأن البدائل في منطقتهم غير متوفرة. طبعا هي مهمة جدا لخمس تجمعات بدوية تضم 162 طالب. طبعا عندنا من أول لتاسع الطلاب اللي بتخرجوا من عندنا لبعد المسافة ما بيروحوا، إذا انزالت المدرسة من هون رح يكون عندنا جهل عام في هاي التجمعات. منطقة الخان الأحمر بأكملها مهددة بالزوال بعد أن قطعت أوصالها بالشوارع والمباني الاستيطانية. تتلقى التجمعات البدوية هنا عشرات التهديدات بالمغادرة بهدف إقامة المشروع الاستيطاني المعروف بإي واحد. هذا المشروع من شأنه فصل شمال الضفة الغربية تماما عن جنوبها. في السابق كان الخان الأحمر شريانا يصل القدس بباديتها لتستمد منها ثروتها الحيوانية والغذائية من ألبان وأجبان. ها هو الخان أو ما تبقى منه اليوم بات يعد أيامه الأخيرة تمهيدا لإقامة المستوطنات الإسرائيلية مكانه. من بادية الخان الأحمر شرق القدس، بشار صغير، التلفزيون العربي. والآن مع جولة سريعة في أخبار الاقتصاد. أكدت بيانات مكتب الإحصاءات يوروستات تسجيل زيادة طفيفة في معدل التضخم بمنطقة اليورو في يوليو تموز، حيث أظهرت أن أسعار الغذاء ارتفعت على مدار العام على الرغم من تراجع مؤشرات الأسعار بشكل عام في 12 دولة من دول منطقة الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 19 دولة، وما زال المعدل السنوي للتضخم أقل بكثير من الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. أوقف شركة فولكس فاجن إنتاج سيارتها من طراز جو بمقر الشركة في فولسفيرغ شمالي ألمانيا حتى 29 من أب أغسطس بسبب مشكلة مع أحد الموردين لقطع الغيار، في حين لم تتأثر خطوط تجميع طرازات فولكس فاجن الأخرى في مصنع فولسفيرغ الذي يعد أكبر مصنع للسيارات في العالم. ارتفعت أسعار النفط الخام فوق 51 دولاراً للبرميل اليوم لتصل لأعلى مستوى لها في 8 أسابيع، وتتجه للصعود للجلسة السابعة على التوالي وسط أمل بأن يتفق المنتجون على إجراءات لدعم الأسعار بما عزز معنويات المستثمرين. تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، ويتجه مؤشر ستوكس 500 لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية منذ يوليو تموز مع انخفاض جميع القطاعات الرئيسية، حيث خسر سهم فوباك أكبر شركة مستقلة لتشغيل صهاريج التخزين في العالم إذ هبط أكثر من 2%، غير أن سهم ويليام هيل قفز أكثر من 5% بعد انهيار عرض قدمته شركتان للاستحواذ على شركة المراهنات. دمرت الحرائق التي اندلعت في البرتغال مطلع شهر الجاري أكثر من 95 ألف هكتار من الأراضي، وقال المعهد البرتغالي لحماية الطبيعة إن حوالي 70 ألف هكتار من هذه الأراضي تقع شمالي البلاد، وقد بذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد الحرائق التي تسببت في مقتل 4 أشخاص وخلفت أضرارا كبيرة في مئات المباني. ويعد اندلاع حرائق الغابات في الصيف أمرا شائعا في البرتغال التي عانت عام 2003 من أشد موجات الحرائق، أسفرت حينها عن مقتل 19 شخصا وتدمير حوالي 10% من مساحة الغابات. أخبار الدوريات العربية والعالمية وأيضا أخبار الأولمبياد نتابعها في هذه الجولة الرياضية.
يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مباراته الثانية في البريمير ليج، ويواجه أبناء مورينيو فريق ساوثهامبتون العنيد على ملعب أولد ترافورد في اختبار لن يكون سهلا على الشياطين الحمر. وصل البريطاني أندي موري إلى الدور الربع النهائي من بطولة سنسيناتي المفتوحة للتنس بعد فوزه على جنوب إفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2. بالمقابل أقصي الإسباني رافائيل نادال عقب خسارته أمام الشاب بورناكويتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3 بعد معاناة مع الإصابة خلال المباراة. قررت الحكومة الأردنية تخفيض أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية بنسبة وصلت إلى 15%، وأكدت الحكومة على أهمية هذا القرار الذي سينعكس إيجابا على حياة المواطنين وخاصة على أصحاب الدخل المتوسط والمتدني. استقبل الأردنيون قرار الحكومة بخفض أسعار المأكولات الشعبية بفرح وترحيب شديدين، فالبلاد تحتل المركز 29 عالميا من حيث الغلاء والبطالة والفقر في ارتفاع متزايد، ما يجعل المواطن سعيدا بأي قرار من شأنه توفير بعض الدنانير على جيبه. لأنه هم بيعتمدوا دائما على الأكلات الشعبية حتى بيأكلوها يوميا، عشان هيك رح تمسهم هاي الخطوة كتير منيح. قرار جميل جدا وخدم الشارع وخدم الشعب وخدم الطبقة اللي احنا منهم. وتمنى أصحاب المطاعم أن تقوم الجهات المسؤولة بتخفيض نسبة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم سنويا، حتى لا تكون عملية تخفيض الأسعار على حساب النظافة والجودة والأيدي العاملة. منهيب بالحكومة أنها تنزل أسعار المواد الخام اللي مثل الغاز مثل الخبز مثل الكهرباء، لأن بصراحة فيها تكاليف عالية جدا على أصحاب العمل وعلى أصحاب المطاعم. يؤكد خبراء الاقتصاد أن هناك حالة من الفوضى تعتري الأسعار في الأسواق الأردنية، ما يتطلب من الحكومة الرقابة عليها وإعادة النظر فيها كما فعلت مع المأكولات في المطاعم الشعبية. يأمل المواطن الأردني من الحكومة القيام بإجراءات مماثلة لضبط السوق، فاحتلال عمان المركز الأول عربيا في غلاء الأسعار يفرض على هذه الحكومة إيجاد حلول فاعلة للتخفيف من آثار غلاء المعيشة. شرحبيل أبو سويلم، التلفزيون العربي، عمان. حديقة المعجزة كما يطلق عليها في دبي تشهد كل عام إقبالا كثيفا من آلاف السياح الذين يأتون إليها للاستمتاع برؤية أكثر من 45 مليون نوع من الورود والزهور، بعضها من الأصناف النادرة. وتمتد حديقة الزهور على أكثر من 4 كيلومترات، ما يجعلها أكبر مشروع للزهور والورود في العالم. الحديقة افتتحت عام 2013 بمناسبة عيد الحب، ويقول القائمون عليها أن أكثر من مليون شخص يأتون لزيارتها سنويا، وأن هناك مساعي لوضع الحديقة في كتاب جينيس للأرقام القياسية. ختام هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.